مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي من المهرة الذي نستعرض فيه ونناقش معكم الأحداث والتطورات والمستجدات في المحافظة. نسلط الضوء في هذه الحلقة إلى زيارة الشيخ علي سالم الحريزي إلى قشن وتقديم لجنة الاعتصام والمجلس العام مساعدات لعدة جهات، كما سنتطرق أيضا لأبرز الفعاليات والأعمال التي قامت بها لجنة الاعتصام خلال العام 2022. أهلا بكم. زار الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي مديرية قشن، والتقى قيادة وأعضاء اللجنة بالمديرية في زيارته الأولى منذ أكتوبر الماضي. وفي كلمة له أكد الشيخ الحريزي مضي اللجنة قدما في أهدافها ومسارها المعلن منذ البداية، والرافض لأي أجندات ومخططات لا تخدم المحافظة، مشيدا بموقف أبناء مديرية قشن ونضالهم الكبير ورفضهم الدائم لأي تحركات هادفة لزعزعة الأمن والاستقرار وتفتيت النسيج الاجتماعي واستغلال الأرض والإنسان لمساع خارجية. بدورهم رحب قيادة وأعضاء لجنة الاعتصام السلمي في قشم بالشيخ الحريزي، مؤكدين ثبات موقفهم الرافض لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار المحافظة عامة ومديرية قشن بالخصوص. وعقب وصوله مديرية قشن، زار رئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة الشيخ علي سالم الحريزي القيادية في لجنة الاعتصام سعد سالم حسن الجدحي في منزله بالمديرية. وخلال الزيارة اطلع الشيخ الحريزي على المكتبة الخاصة بالناضل سعد الجدحي، والتي تحتوي على أعماله وذكرياته وأرشيفه المليء بالإنجازات. وأشاد الشيخ الحريزي بالتاريخ الحافل للجدحي معلنا دعمه لمكتبته الخاصة ب5 ملايين ريال بهدف الاهتمام بمحتوياتها وأرشيفها. وفي سياق مواقفها الرافضة للمشاريع الخارجية بالمحافظة، جددت لجنة الاعتصام السلمي رفضها جر المهرة إلى ساحات العنف والفوضى. وخلال اجتماع لها أقرت اللجنة تشكيل لجان نزول ميداني إلى عدد من مديريات المحافظة للاستعداد للمرحلة المقبلة من النضال والهادفة للحفاظ على المحافظة وتجنيبها الفوضى والتخريب والانقسام. وفي سياق دعم قطاع التعليم والطلاب، قدم الملتقى العام لأبناء مديرية الغيضة 2 مليون ريال لمنتدى الطالب المهري في محافظة حضرموت للاستفادة منها خلال الفصل الأول من العام المقبل. وخلال لقاء رئيس الملتقى حسن خودم مندوبي المنتدى، استمع خودم إلى طبيعة عمل المنتدى واحتياجات الطلاب المقيدين لديه، والبالغ عددهم 265 طالبا وطالبة، كما اطلع على العوائق والصعوبات التي تواجههم. وأشاد خودم بدعم الشيخ علي سالم الحريزي للطلاب من أبناء المهرة عبر ملتقى أبناء الغيضة ولجنة الاعتصام السلمي. لقينا اليوم الأخوة من طلاب منتدى الطالب المهري في محافظة حضرموت، وناقشنا معهم الصعوبات والمشاكل التي يواجهوها، وإن شاء الله نحن في إطار خطة دعم الطلاب في سنة 2023، ومن ضمن هذه الخطة دعم الطالب المهري في حضرموت، ودعمناهم للفصل الأول ب2 مليون على أن يرفعوا احتياجاتهم بعد الفصل الأول، سواء كان في تأتيت الشقق في المكلة ولا بدعم الطالب من الإعاشة وكل ما يحتاجوه. إن شاء الله نحن سوف نكون لنا مساهمات ودعم. وفي هذا الإطار نشكر الشيخ علي سالم الحريزي الذي يولي اهتمام مبالغ بالطلاب، وهو صراحة دائما يدعمهم سواء عبر ملتقى الغيضة ولا عبر لجنة الاعتصام. نشكر الأخ رئيس الملتقى العام لأبناء مديرية الغيضة حسن خودم محمد خودم على ما قدمه من مجهود ودعم لمنتدى الطالب المهري بحضرموت. وفي السياق ذاته، دشنت لجنة الاعتصام في قشن مشروع توزيع مولدات كهربائية لمدارس المديرية
نائب رئيس لجنة الاعتصام في مديرية قشن الشيخ محمد عوشن، أعلن تقديم اللجنة 2 مليون ريال لثانوية الفاروق للبنات بدعم من رئيس لجنة الاعتصام الشيخ علي سالم الحريزي. من جهته أشاد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية قشن سالم المنهالي بدعم لجنة الاعتصام بمديرية قشن في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية الدعم المقدم لمدارس المديرية في إطار اهتمام لجنة الاعتصام السلمي بالعملية التعليمية بالمحافظة. كان العام 2022 مرحلة مثمرة لتوسع لجنة العصام السلمي في المهرة وحضور مشاريعها الخدمية، حيث دشنت اللجنة عدة فعاليات ومشاريع خدمية في مختلف المديريات بالمحافظة، نلخصها في هذه المادة، نتابع. في 12 من شهر يونيو افتتحت قيادة لجنة الاعتصام السلمي في المهرة مقر اللجنة في مديرية حصوين ضمن خطة جديدة لتوسيع حضور اللجنة في جميع المناطق والالتحام بالجماهير. وفي 12 من شهر يونيو دشنت قيادة اللجنة افتتاح مقر جديد لها في مديرية قشن برعاية الشيخ علي الحريزي رئيس اللجنة ضمن أهدافها لتوسيع نطاقها. وفي 14 من شهر يونيو وبمشاركة عدد من قيادات اللجنة وحضور جماهيري كبير، تم افتتاح مقر في مديريتي المسيلة وسيحوت برعاية رئيس اللجنة الشيخ علي سالم الحريزي. وفي 16 من شهر يونيو دشنت لجنة الاعتصام مقرها في مديرية حوف ضمن خططها وبرامجها للتوسع في مديريات المحافظة برعاية الشيخ علي الحريزي. وفي 2 من شهر أكتوبر وضمن نزولاتها الميدانية إلى المديرية، وصلت قيادات الاعتصام السلمي بالمحافظة إلى مديرية قشن في إطار خطة قيادة اللجنة لتفعيل الفروع والتلاحم. وفي 4 من شهر أكتوبر زارت قيادة لجنة الاعتصام بالمهرة مديرية حوف ضمن نزولاتها الميدانية إلى المديريات بهدف تكثيف العمل الجماهيري والتنظيمي. وفي 19 من شهر أكتوبر وصل الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي مديرية قشن في زيارة تفقدية كرست لمناقشة آخر المستجدات في المديرية والصعوبات والعوائق التي تواجه العمل التنظيمي للجنة الاعتصام والعمل على حلها. وفي 26 من شهر ديسمبر التقى الشيخ علي سالم الحريزي أعضاء لجنة الاعتصام السلمي بمديرية قشن لمناقشة جملة من القضايا والمستجدات المحلية. وامتدادا لتلك الزيارات لم يغب دعم لجنة الاعتصام لأبناء مديرية قشن، حيث دشنت اللجنة في 25 من شهر ديسمبر المرحلة الأولى لمشروع توزيع مولدات كهربائية لمدارس مديرية قشن بدعم من الشيخ علي سالم الحريزي. وفي 20 من شهر أكتوبر وصل الشيخ علي الحريزي رئيس لجنة الاعتصام مديرية حصوين ضمن زيارته التفقدية للمديريات للتأكيد على الاستمرار في النضال ورفض وجود القوات الأجنبية بالمحافظة. وفي 21 من شهر أكتوبر وصل الشيخ الحريزي إلى مديريتي سيحوت والمسيلة لإجراء مباحثات مع شيوخ القبائل والقيادات الميدانية للجنة الاعتصام حول المخططات الرامية لجر المحافظات إلى ساحة الفوضى ومشاريع الخراب. في 16 من شهر فبراير تم إشهار الملتقى العام لأبناء مديرية الغيضة في المهرة برعاية رئيس لجنة الاعتصام السلمي الشيخ علي سالم الحريزي. وفي 2 من شهر نوفمبر افتتحت قيادة لجنة الاعتصام مقر الملتقى بدعم من الشيخ الحريزي. وفي 11 من شهر أغسطس دشن الملتقى العام لأبناء مديرية الغيضة في المهرة مشروع الحقيبة المدرسية لذوي الدخل المحدود تحت شعار العودة إلى المدارس بحضور قيادات لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة وبدعم من الشيخ الحريزي رئيس اللجنة. وفي 13 من شهر ديسمبر قدمت قيادة الملتقى العام لأبناء مديرية الغيضة دعما ماديا للطلاب الجامعيين الدارسين عن بعد برعاية ودعم من الشيخ علي الحريزي، وذلك للتخفيف عنهم وإعانتهم على مواصلة التعليم. وفي 14 من شهر أغسطس زارت قيادة الملتقى العام لأبناء الغيضة
جمعية المعاقين حركيا في مدينة الغيضة، وقدمت حقائب وأزياء مدرسية للطلاب المعاقين. وفي الثاني من شهر ديسمبر دشنت قيادة الملتقى تسليم الأجهزة المختبرية الطبية المقدمة للوحدة الصحية بمنطقة يروب الساحلية بدعم من الشيخ علي الحريزي. على صعيد آخر، قدم رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى سلطان محمد عبد الله آل عفرار دعما ماديا لمعلمي مدرسة علي الشامي بمديرية عتاب في المحافظة. وقدم السلطان آل عفرار للمعلمين 1,600,000 ريال يمني بهدف توفير التغذية للكادر التعليمي في مدرسة علي الشامي. وأشاد أهالي عتاب بالدعم الذي يقدمه السلطان آل عفرار للمديرية والمحافظة بشكل عام. في سياق آخر، أعلن منتدى الطالب المهري في عدن إنشاء إدارة جديدة للمنتدى للاهتمام بشؤون طلاب المحافظة وتوفير متطلباتهم. رئيس المنتدى في عدن أمين بلحاف أكد مضي المنتدى مع السلطة المحلية في حل جميع الإشكاليات التي تقف أمام طلاب المهرة الدارسين في عدن وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم. ويأتي إنشاء إدارة المنتدى أو منتدى الطالب المهري في عدن بعد أسابيع من تكوين ما يسمى ملتقى أبناء المهرة الاجتماعي ومحاولة التغلغل داخل المنتدى واستغلال الطلاب في جوانب ليست من اختصاصهم لتحقيق أهداف لا تمت للتعليم بأي صلة. في الجانب الصحي، دشن الوكيل الأول لمحافظة المهرة العميد مختار بن عويض الجعفري فعاليات المخيم الطبي المجاني لجراحة العيون في الغيضة. بدوره أشاد الوكيل الجعفري بالجهود المبذولة من قبل منظمات المجتمع في القطاع الصحي بتنفيذ مثل هذه المخيمات التي تسهم في تخفيف معاناة المواطنين، مؤكدا أهمية تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمستفيدين من المخيم. ويهدف المخيم لإجراء 200 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات بتقنية الفاكو بإشراف كادر طبي مختص. كشف مدير مكتب الصحة والسكان في المحافظة عوض مبارك سعد عن تزايد حالات الوفاة للنساء أثناء الحمل والولادة نتيجة غياب الوعي الصحي لدى المجتمع. عوض مبارك أشار إلى أهمية رفع قدرات المتدربات وإكسابهن مهارات في الطوارئ التوليدية تسهم في خفض معدل الوفيات بين الأمهات والمواليد ورفع معدلات الولادة من المحافظة. من جانبه، أكد مدير جمعية الوصول الإنساني عبد الله نويجع استعداد الجمعية لتنفيذ المزيد من الدورات في مجال رعاية الأم والطفل والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية. خطورة الحمل كما تدركون وتلاحظون ولاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية أو خلال الشهر الحالي، تقريبا معنا حوالي حالتين وفاة، وهذه بصراحة قد تكون تأخير من المرضى أنفسهم وعدم مراجعتهم لأقسام الصحة الإنجابية، أو قد يكون أيضا من بعض الهملات من الأهل. فأنا أشد على أيديكم وعلى أيدي القابلات وعلى أيدي الصحة الإنجابية بالذات أن يرفعوا من خطوات التوعية الصحية، خاصة ما بين القابلات وما بين أيضا النساء الحوامل، خاصة لما تصل عند مركز المراجعة. والمشروع مستمر، نحن نقدم الكثير من الدعم لهذا المستشفى الذي من خلاله يقدم دعم لهذا المجتمع. نحاول من خلال هذا المشروع أن نعمل أو نسعى جاهدين من أجل تحسين في الخدمات الصحية. قلنا للحامل من أول بداية الحمل أن تراجع بصفة دورية سواء أسبوعية أو شهرية
أو حتى قريب الحمل، وأنها تهتم بنفسها، وأنها ما بس تجلس في المنزل إلى وقت الولادة، وهذه لما تجلس في المنزل إلى وقت الولادة هذه يسبب لها بعض المضاعفات أو ظهور بعض الأمراض لا هي عارفة سبب هذا المرض ولا حتى الطبيب يعرف هذا سبب المرض، ما يكتشف إلا في الأخير أثناء الولادة سواء كانت طبيعية أو الأولاد بعملية قيصرية. وفي سياق آخر، اختتم الوكيل الأول لمحافظة المهرة العميد مختار بن عويض الجعفري بالعاصمة الغيضة الدورة التدريبية للعاملين الصحيين بالمنافذ الحدودية حول إجراءات العمل القياسية في الاستجابة للأوبئة. وشدد الوكيل الجعفري على أهمية الدورة التي ستسهم في رفع قدرات العاملين بالمنافذ وتعريفهم بالإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات الوبائية الوافدة عبر المنافذ الحدودية بالمحافظة. من جانبه أشار المدير العام لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد أن هذه الدورة تأتي من أجل تطوير مهارات العاملين الصحيين في المنافذ الحدودية ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم في هذا الجانب. انطلقت في مستشفى الغيضة المركزي الدورة التدريبية والإدارات العامة حول أنظمة المعلومات الصحية والسكرتارية. وأكد مدير الصحة والسكان عوض مبارك سعد أهمية الدورة وما تمثله من آليات جديدة تجعل العمل أكثر مرونة وتتيح تعلم مبادئ ومنهجيات إدارة نظم المعلومات الصحية وأنظمة السجلات الصحية وإكساب المتدربين المهارات الأساسية لإدارة نظم المعلومات الصحية. نحن في مستشفى الغيضة الآن في بدء الدورة لتشغيل نظم المعلومات في إدارة مستشفى الغيضة بأحدث الطرق وبأساليب في برنامج طبي متشامل يشمل كل الأقسام والمستودع الطبي والطوارئ والعيادات والأجنحة. بداية الآن اليوم بدأت في تدريب الطاقم المستشفى على نظم المعلومات الحديث وكيف يتعامل معه ويأخذوا فكرة تلقائية عن النظام حتى يبدأ بعد فترة قريبة إن شاء الله تدشين نظام بشكل فعلي في مستشفى الغيضة بكل أقسام. إلى ذلك، منحت كلية التربية بمحافظة المهرة الباحثة صفية عيسى السليمي درجة الماجستير بعد مناقشة رسالتها الموسومة بين الأساليب النحوية بين اللغة العربية واللغة المهرية كأول رسالة على مستوى المحافظة. لجنة المناقشة بدورها أشادت بالجهود المبذولة من قبل الباحثة في جمع وإعداد معلومات الرسالة حاثة إياها على الاستمرار في البحث العلمي والدراسة الأكاديمية، كما أوصت اللجنة بطباعة الرسالة والاستفادة منها في مركز اللغة المهرية. اليوم تمت مناقشة رسالة الماجستير وهي تعد أول رسالة في دراسة اللغة المهرية مقارنة باللغة العربية للباحثة صفية السليمي. هذه الرسالة التي أشاد بها المناقشان الخارجي والداخلي في دراسات المقارنة بين اللغات، وهنا كانت الدراسة مقارنة بين اللغة العربية واللغة المهرية في الأساليب النحوية، فنهنئ الباحثة على هذا الإنجاز ونشكر جميع الحاضرين وجميع الزملاء على حضورهم لهذه المناقشة التي تعد أول رسالة ماجستير في اللغة المهرية. اليوم كنا في مناقشة الباحثة صفية السليمي وهي أول رسالة في الأساليب النحوية بين اللغة العربية واللغة المهرية، وكذلك أول رسالة على الإطلاق في المقارنة بين اللغتين تقام في كلية التربية في قسم اللغة العربية، وكانت رسالة علمية قيمة. هذه الرسالة قدمت لنا أو نماذج طيبة ونماذج يعني تعتبر الأولى في تاريخ اللغة المهرية، كذلك اجتازت بامتياز الرسالة الماجستير. نعم، وصى توصيات الدكاترة للمركز اللغة المهرية أن تطبع هذه الرسالة وتأخذ بعين الاعتبار لأجل أن تكون نموذج أو نقطة لانطلاق الباحثين لها أو كمرجع لهم. حصلت على رسالة الماجستير بعنوان الأساليب النحوية بين العربية والمهرية، كانت رسالة طويلة جدا اجتهدت فيها كثيرا، والحمد لله رب العالمين. اليوم هو
يوم الفرحة، يوم الأغر، كان يوم جميل جدا. طبعا أوصل المناقشون مركز اللغة المهرية بطباعة هذه الرسالة كونها مهمة جدا، وستثري طبعا المكتبة المهرية وبنفس الوقت أيضا المكتبة العربية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من البرنامج الأسبوعي من المهرة، وبمناسبة قدوم العام 2023 نهنئكم بالعام الجديد، ونتمنى أن يكون العام المقبل عام خير على اليمن واليمنيين. وتقبلوا تحيات معد البرنامج حسن إسماعيل، ومني أنا عاطف السقطري، وكل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء. We'll be right back.